المقابله كانت رائعه، ورغم الظروف القاسيه ديال الاجواء اللي كانت كتعرف المقابله اللي هي الحراره مفرطه والرطوبه العاليه، اللاعبين ادوا ما عليهم اليوم وجابوا ثلاثه النقاط الاولى. دائما كان عندنا التخوف والهاجس ديال المقابله الاولى كتكون صعيبه، ولكن المنتخب الوطني تغلب على جميع الظروف وهدانا ثلاثه النقط اللي هي ان شاء الله تكون غاليه وبدايه مشوار اللي هي ممتازه ومحفزه ان شاء الله ربي، والباقي والافضل باقي ان شاء الله قادم الدورات ان شاء الله. حنا كساكنه طنجه تبعنا الماتش من الاول حتى الاخر، حنا كعنصر نسوي شجعنا بزاف، وكنت من الاول قلت بان غير بحو 3-0 والحمد لله داكشي اللي كانت نتيجه مشرفه وفرحونا بزاف الحمد لله. كنشكروا المنتخب الوطني ديالنا وكنشكروا المدرب سير كراكي، وتبارك الله عليهم كانوا في المستوى، وان شاء الله غنجيبوا الكاس ان شاء الله، غادي يجي الكاس ان شاء الله. لازلت سعيد كباقي الشعب المغربي وفرحان بهذا اليوم اللي فكرنا في المنتخب المغربي واللي عيشنا على كأس العالم. كذلك فعلا المقابلة كانت غير متوازنة، الفريق الوطني المغربي كان عنده فريق قوي كما العادة، عنده استراتيجية ديال اللعب ديال الوليد الكراكي، ولكن كان يواكب اللاعب نظرا للحرارة، نظرا للمقابلة الإفريقية ماشي هما كأس العالم، نظرا أن المقابلة اللي مازين يعني كيلعبوا باحتياط، ومع ذلك كانت أهداف مستوى التطلعات ديال المنتخب المغربي وديال الشعب المغربي، وانتصار كان مستحق. نتمنى لهم التوفيق ومزيد التألق في المقابلة المقبلة. حنا كساكنة طنجة تبعنا الماتش ديال المنتخب، أول ماتش ديال المنتخب مع تنزانيا، كان الماتش واعر تبعناه بحماس. تبارك الله على المدرب ديالنا الكراكي، تبارك الله على اللاعبين، تبارك الله على أوناحي، حكيمي، زياش، كان أداء واعر في المقابلة 3-0، تبارك الله عليهم، كنتمناهم يمشوا بهذا المستوى هذه وحظ موفق. بخصوص هذه المباراة بصراحة كانت مباراة تقنية، لأن بطبيعة ديال المناخ مناخ حار، وأن مقابلة استكشافية لطبيعة الخصم، وأن المدرب كان ركز على الجانب التقني والجانب التكتيكي أكثر من شيء. وهنايا في هذا اليوم هذا كنباركوا المنتخب المغربي بهذا الفوز هذا، كذلك كنفوز الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى القويرة، وهذا إن شاء الله بادرة خير على أن يتسوج هذه البطولة هذه بانتصار ديال المنتخب المغربي.
كنشكروا المنتخب والحمد لله 3-0 وفرحنا بزاف وكبروا بينا الله يكبر بهم و... لا الصراحه ولكن كنا عارفين راسنا هننجحوا ولكن المهم ربحنا الحمد لله. ممكن اداء متميز لاسود الاطلس، كنبغي نحيي الركراكي الجميع اللي ساهم في هذا الماتش الخيالي وديما ماروك وفيفا فيفا اسود الاطلس. كنتمنوا بالنسبه للمباريات القادمه ان شاء الله يفرحونا بحال اللي فرحتونا، حنا الثقه ديالنا كانت فيكم كبيره من فيفا 2023، كنتمنى تفرحونا في المباريات القادمه وديما ديما المغرب. شكرا بزاف. فرحانين 3-0 وكنتمنى حنا نديو كاس افريقيا حيت تحيدوا لنا كوب دي موند صافي هذا ما كان، كنتمنى نديو كاس افريقيا واليوم اداو بواحد الطريقه بلا ما نقول لك رائع، اداء رائع صراحه وفرحونا وكنتمنى يفرحونا حتى الاخر. صراحه حنا فرحانين بزاف حيت تابعنا الماتش اليوم هنايا في طنجه وكان الاداء رائع جدا وحنا فخورين بولاد بلادنا وان شاء الله ديما نحقوا انتصارات وفوز ان شاء الله. وبغينا نجيبوا الكاس ونتاهلوا ان شاء الله. المنتخب الوطني وبغاو ليلو والله فرحانين بزاف بحال لي خوتي اللي كيلعبوا ماشي من ولاد الناس، برافو ليلو عجبني النتيجه فرحانين بها بزاف بزاف بزاف. I'm